بينورني وبيشرفني نجمه زي القمر ما شاء الله عليها وعلى جمالها. يا اهلا باهل بيروت وجمال بيروت. حبيبي شيرين ثانك يو سو ماتش، ميرسي كتير. دانيال عايزه اقول لك كمان انت الاسود عليكي حلو والروزي حلو والاخضر والسانجلاس كل حاجه شطلع حلو. عم جرب هيك البس قصص خفيفه لانه الطقس كتير شوب والهواء ابدا ما عم يساعد، بس انه ثانك يو. اختي ملكة جمال المغتربات، لقب يعني مش سهلة خالص، مسؤولية كبيرة. ربحت أول شيء بأستراليا، ملكة جمال لبنان بأستراليا، ورجعت جيت على لبنان، أنا هيك جيت على لبنان تفوت على ملكة جمال المغتربين وربحت. كنت صغيرة، كان عمري 19 سنة وما كنت حب هذا الشيء أبدا، يعني فت هيك إنه البابا والماما قالوا لي يلا فوتي إنه why not جربي. ما كنت حب البس كعب، ما كنت ضل انه لا ما لي جلي احط ميك اب، ما لي جلي اضبط شعري، الحاجات عكس شخصيتك دلوقتي. يس حتى هلا يعني لابسه زحف، ما كتير يعني ما كتير بحب ضرب. انا قصدي ان دايما النجوم بيبقوا دايما حتى وقت التصوير، يعني ممكن تبقى في حياتك الخاصه تبقي بتحبي الحاجات الكاجوال، بتحبي تبقي سمبل جدا، بس بس ما بحب الميك اب كتير وبحب ضل كاجوال وبحب اكون مرتاحه هيك انا يعني. طب الجمال ده واخدينه من بابي ولا من مامي؟ الاثنين، بس عندي عيون البابا ربنا يخليه ابنك. عايزه اعرف منك كمان، انت اما بتيجي تدخلي الفيلد كنتي حابه ان انت عايزه تمثلي، ولا انت بما ان انت دخلتي اوريدي ملكه جمال وانت ما كنتي مستغربه او ما كنت يعني بابا وماما هم اللي كانوا زقينك في الموضوع؟ لا بالنسبه للقب ملكه جمال لبنان المغتربين هذا الشيء انه هيك فت فيه هيك، بس انه ايه ما كان شيء انا كنت بحلم فيه. التمثيل هو شيء بحلم فيه من انا وطفله، واصلا يعني من انا وصغيره باستراليا دائما على المسرح، دائما عم مثل، حتى باخر سنتين من المدرسه تخصصت بالدراما وبالتمثيل، فهذا الشيء اللي أنا كنت بحلم فيه. بس اللغة ما كانت عم تساعدني أبداً، يعني جيت على الوطن العربي وجيت على لبنان وما كنت أعرف أحكي عربي، فإزاي بدي مثل يعني بالعربي؟ تعودت شوي، بلش بالتقديم، أخذت هيك راحتي أكتر باللغة وفتت، ونشكر الله يعني هلأ يعني عندي كذا عمل ومبسوطة عم بعمل اللي بحبه. تانجو طبعا لي كان صدى كبير جدا، عملتي دور حلو قوي وكان في كمان جايزه عنه. لو هقول لك مثلا تقول لنا حصري لينا تجهيزاتك للدور ده كانت عامله ازاي، ان الدور ده مش سهل وعكس شخصيتك كمان. هلا الرقص انا بحبه كتير، تمرنا على الرقص يعني كذا شهر قضيت عم بتمرن على الرقص. عفويتها لفرح بتشبهني شوي، بس كل شيء اللي كانت عم تعمله المسلسل ما بيشبهني ابدا. كان في تحضير كتير، كانت مسؤوليه كبيره لانه عم مثل مع نجوم كبار، مع مخرج كبير، مع شركه كتير كبيره، وبرمضان وبتعرفي جو رمضان كيف يعني كومبيتيشن على الاخر، وكل العالم عم يمثلوا بهذا الوقت واهم النجوم عم يمثلوا برمضان، فكان في تحضير كتير. اخذت وقت كتير اول ما بلشت بالنص بالقرايه لانه كنت بعدني شوي بطيئه بالعربي، هذا اخذ وقت معي كتير، كنت استحق دايما الكاميرا بتصدق يعني يجي لعندي رعب بجد. انا انصدمت من حالي، قلت ليه عم بستحق، انه ليه عم بخجل، عاده انا ما بخجل يعني. بس بعتقد تعلمت بتانجو انه الممثل ابدا ما لازم يخجل ابدا ابدا ابدا، يعني كنت اخجل مثلا انه غلط، انه اعمل غلطه او ما اقول تعيدي وعيد. رجعت عم بتطلع بباسل خياط ودانا مارديني وباسل مغنية وشوفون عم بيعيدوا 20 مرة، قلت ها هني صارلون 20 سنة بيمثلوا هني عم بيعيدوا، ليه أنا مش أحسن من حد؟ ليه أنا ما في يعيد؟ فهون هيدا الخوف راح، الخجل راح، اللي رامي وقت استحي أعطيه أكتر، لأنه بس الخجل بيروح، هذا أهم شيء للممثل، فيك تعطي أكتر. وهذا اللي صار، هيك I let go وارتحت وفت بالشخصية كتير. كان صعبة هيك من بعد حلقة 16 اختلفت الشخصية تماما. انت عارفة أصلا دايما الناس لما بيشوفوا فنانة جميلة وحلوة بيحصروها دايما في أدوار البنت الكيوت الحلوة، انت أنا حاسة أن دانيال مش عايزة تعمل كده، دانيال عايزة تعمل حاجات كلها عكس كده. انت داخلة مسلسل جديد وعارفة كمان أن الدور برضو مش سهل. حتى بتانجو كان في كذا مشهد مثلا وقت الولادة أو وقتها كانت هي عم تنهار فرح، اتفقنا أنا ورامي أنه عن جد ما حط ولا نقطة ميك اب على وجهي، يعني من أول ما فتت على هذا المسلسل المخرج رامي حنا كان دايما يقول لي بدنا ننسى الجمال نحن هون نمثل، وأنا كنت كثير مبسوطة أنه كان عم يقول لي هيك، لأنه أنا أنه كثير ارتحت. يس no عايزة أقول لك على حاجة، نو ميك اب بلا ميك اب، أنت قمر في العادي يعني. أنت يا جماعة هي حاطة حاجة بسيطة جدا يعني
طالما مش موجودة. ايه عن جد عن جد حاطة شي اليوم. هلا المسلسل الجديد بيحكي عن قصة بنت كانت عايشة برا هربانة من الماضي تبعها، وبتجي بترجع على بلدها من ورا حادثة صارت، وبدها تواجه المشاكل. وفي أسرار كتير بالمسلسل، حلقة عن حلقة نكتشف هالأسرار. كتير في تشويق المسلسل، الشخصية كتير حلوة، بحسها بتشبهني شوي هيك قوية. ومحمسة محمسة كتير يعني. هلأ برجع على لبنان ودغري منفوت بالتصوير. التصوير هيكون في لبنان بس؟ هيكون في لبنان، بخلص تصوير هذا المسلسل لأنه 30 حلقة وبرجع بفوت بتصوير مسلسل رمضان. أنا عارفة أنه هو المسلسل بيشارك يعني أنت هتكوني نجمة العمل الجديد. ممكن نعرف اسم الشخصية؟ نسيم. نسيم نسيم؟ يس. Thank you. عارفة اسم مختلف، أنت نسيمة مش نسيم يعني. اسم حلو. إيه حلو اسمه، حلو، حلوة حلوة الشخصية كتير محمسة. حنغير اللوك، حنغير كل شيء يعني، حنعمل شيء مختلف تماماً. ومحمسة عن جد محمسة.